دلوقتي النهارده ان شاء الله المفروض هنبتدي في موضوع كولي جروث. النهارده هخلص معاك الجزء السهل بتاعك. في حته بقى هي دي يعني العكه كلها في القصه بتاعت الترايل اند ايرور والفان ومعرفش والكامبتش بتاعت الكويل والحاجات دي كلها والسبلاي تبقى القصه دي هاجلها في سكشن لوحده عشان تبقى ايه تبقى حاجه كده منفصله تبقى رايق تبقى الدنيا ماشيه خلاص. طيب الجزء السهل بتاع النهارده اللي هو بتاع ايه بتاع الحاجات الطبيعيه اللي احنا اوريدي اصلا كنا تعرضنا لحاجه شبهها في التبريد في لما جينا اخدنا كوني جروب بتاع التبريد. ايه القصه ماشيه ازاي؟ انت في الاخر لما كنت بديك روم في الشتات اللي فاتت كنت باجي اقول لك ان داخل لها كيو سنس برقم معين وكيو ليتد برقم معين. طيب بدل ما انا هديك بعد كده الارقام دي جيفن لا انا هقول لك في المساله احسب لي بقى الارقام دي بكام. طيب عشان احسب اللودز دي بعمل ايه؟ بكل بساطه زي ما اتفقنا لو انا داخل لي كميه لودز معينه بجمعهم كلهم ويبقى هو ده الحراره اللي انا محتاج الاشيها عن طريق ان انا ارمي ايه سبلاي اسقع شويه. طبعا مش بس هيبقى سبلاي اسقع شويه قلنا سبلاي هيبقى اقل كمان في الايه في الرطوبه. خلاص ليه؟ لان انا عندي نوعين حراره بيخشوا في الاوضه في كل وقت سنسبل وايه وليكن. فلازم ادخل الهواء السبلاي اللي هرميه للاوضه ده يكون ابرد عشان يلاشي السنسبل ويكون اقل في الرطوبه عشان يلاشي الايه الليكن. خلاص فكل اللي احنا هنعمله هنشوف ايه السورسز اللي ممكن يجي منها الحراره دي اذا كانت سنسبل ولا اذا كانت ليتن. اجمع السنسبل لوحده واجمع الليتن لوحده وابقى عرفت ايه التقسيمه ماشيه ازاي. طيب تعالى نشوف كده انواع اللودز عندنا. طيب قبل كده نبتدي انواع اللودز هو احنا هنتكلم النهارده على الروم لودز بس ماشي. المره الجايه ان شاء الله في حاجه اسمها كويل لود. خلاص حد يعرف يقول لي الروم لود والكويل لود يختلفوا في ايه؟ كنا قلناها قبل كده فنتليشن. خلاص هنا في فرق كده لما تحط على الخريطه اللي هو بتاع الفنتليشن اللي هو الفرق بين الكويل لود والروم لود. وكمان لو كان في اي مثلا لوسز زي الفانه زي السبلاي دكت لوسز ريتيرن دكت لوسز كل ده كان بيشيلها مين برضه؟ الكويل. بيشيلها الكويل. خلاص فانا النهارده مش هتكلم غير على الروم لودز يعني اللودز اللي جايه ايه جوه الروم لوحده. طيب انواع الروم لودز بنقسمها لايه؟ قال لك بنقسمها انترنال لودز واكسترنال لودز. مقصود بايه يعني انترنال ويعني اكسترنال؟ يعني لودز جايه من جوه المكان ولودز جايه من ايه من بره خالص. طيب لو جينا نتكلم على اوضه بالمنظر ده او سيكشن حتى زي اللي احنا قاعدين فيه ده قال لك انواع الحراره اللي ممكن تجي لك من بره ايه؟ هما نوعين. اول حاجه هي ترانسفير من بره لجوه ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان درجه الحراره او سايد كونديشن دي طبعا هنا بتكلم على سمر. خلاص؟ طيب السمر التي اوت سايد بتكون اكبر من التي روم. طيب طالما التي اوت سايد اكبر من التي روم يبقى عندي حراره داخله باي كوندكشن باي كونفكشن باي ايه يعني طبعا هي بتمر بكذا مرحله كونفكشن كوندكشن كونفكشن ولو الحيطه نفسها فيها كذا لاير بيبقى ايه كوندكشن من خلال كل اللايرز. خلاص؟ طيب بصفه عامه هنسميها ايه؟ هنسميها الهيت ترانسفير. طيب الهيت ترانسفير ده ممكن يكون من ايه؟ انا ممكن يكون من حيطه او روف. طيب ايه المقصود بالحيطه او الروف؟ يعني ايه الفرق بين الوول والبارتيشن؟ كنا اتكلمنا على الكلام ده الترم الاول في التمرين برضه بس ايه نراجعه تاني. الوول والروف الروف هو سقف بس السقف معرض للايه؟ اللي هو الخارجي. يعني اللي فوق ده مش سقف ده مش روف ده يعتبر ايه؟ حاجه اسمها سيلينج. خلاص؟ طيب فهتلاقي ان انا مجمع الروف والوول مع بعض. ايه المقصود بالروف؟ زي ما اتفقنا حاجه سقف بس معرض للهواء الخارجي. طيب وايه المقصود بالحيطه؟ الحيطه برضه هي حيطه او وول يعني حيطه معرضه برضه للجو الايه؟ الخارجي. يعني هنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه ده ما يعتبرش فيه وول غير ايه؟ غير الناحيه دي بس. وهي كمان اصلا ما تعتبرش وول قوي لان نصها مدفون اساسا في الارض ماشي بس ما علينا. بس كل ده ما يعتبرش وول. طيب ده بقى كل ده بيعتبر ايه؟ بيعتبر بارتيشن. خلاص؟ زي البارتيشن عامله زي الايه؟ زي الفلور. ايه الفرق بين زي البارتيشن والفلور والسيلينج ايه كل دول؟ قال لك الثلاثة دول بيشتركوا مع بعض ان هم بيفصلوا بين المكان اللي انت عاوز تكيفه وبين المكان الخارجي. بس الخارجي ده ما هوش معرض للشمس والجو الخارجي، لا ده خارجي جوه مبنى او خارجي ايه بس ملاصق ليه، زي ما بيقول لك الحيطه دي في بره ايه دلوقتي؟ مش هوا خارجي ولا شمس ولا اي حاجه، ده مجرد ايه طرقه ولا حاجه، لو الطرقه دي مش مكيفه يبقى بتديني حراره من الايه؟ من ده نسميه بارتيشن. طيب اللي فوق ده مش معرض للشمس، طب معرض لدور تاني، طب يبقى ده برضه هيتسمى ايه؟ سيلينج. خلاص؟ طيب اللي انا واقف عليه دلوقتي ده ما يعتبرش يعتبر فلور ولا ما يعتبرش فلور؟ فلور. لا ما يعتبرش فلور، ليه؟ لان لو كان فلور كان لازم يبقى فيه تحتيه ايه؟ مكان تاني بيديني ايه؟ حراره. طيب امال اللي انا واقف عليه ده يعتبر ايه؟ قال لك يعتبر جراوند. خلاص؟
ايه الفرق بين الجراوند والفلور؟ الجراوند هو حاجه انت ايه خلاص تحتيك بعد كده الطول ماشي. طيب كنا بنيجي في الجراوند لو تفتكر في الترم الاول كان بيبقى ليه حسبه كده في التبريد في الايه في الكولينج لود. الجراوند في التكييف اللود بتاعه صفر خلاص. ليه اللود بتاعه صفر؟ لان درجه حراره التكييف او الابلكيشنز بتاعه التكييف بتتكلم في 22 درجه 18 درجه اللي هي قريبه لو تفتكر من الترم الاول من حاجه كنا بنسميها السويل تمبرتشر ماشي. طيب اللي هي درجه حراره التربه اللي تحتيه. لكن في التبريد لو انت بتجمد لحمه عند نيجاتيف 30 والسويل عند 18 15 في فرق كبير قوي لازم تاخده في ايه في الاعتبار. فبالتالي بس في ابلكيشنز التكييف بما ان درجات الحراره اعلى شويه بنهمل الجزء بتاع الايه الجزء بتاعك. طيب دي قصه طبعا. واخر حاجه جلاس والدورز. انا عندي مثلا الازاز ده ليه لود اصلا منفصل هنتكلم عليه بعد شويه بس زي ما هو زيه زي الحيطه هيدخل لي برده حراره بس الحراره دي هتختلف عن الحراره اللي داخله من خلال الحيطه في ايه في الكوندكشن ريزيستنس. ان انت بدل ما الكوندكشن ريزيستنس ماشيه في حيطه لا تبقى ماشيه في ايه في ازاز. وزي الباب دلوقتي الحراره جايه من بره دلوقتي هتيجي تعدي من خلال الحيطه بيو معينه لكن اليو بتاعت الباب اكيد مختلف. يبقى برضو ايه اخد في الاعتبار القصه دي ان انا عندي ايه ماتيريالز ممكن تكون مختلفه في الجزء خلاص. طيب ده كده بالنسبه لايه لقالوا النوع اللي هو الهيت ترانسفير اللي هو جاي من بره لجوه نتيجه فرق درجات الحراره. طيب تاني نوع اللي هو الراديشن. السول راديشن ده اي ازاز هيتوجد في المكان هيبقى فيه اشعه شمس داخله الايه داخله المكان. طبعا هتعتمد على حاجات كتير قوي هنشوف بعد كده هي ايه. مثلا احد الحاجات هو شرق ولا غرب ولا شمال ولا الحاجات دي كلها لان بتفرق في الايه في الشمس نفسها بتبقى مكانها فين والساعه كمان بتاعت اليوم لان كل ده بيختلف بيخلي الكلام ده ايه يختلف. على فكره الكلام ده بيبقى مهم جدا ان انت تبقى فاهمه لان المفروض المهندس الذكي وهو بيصمم المبنى من الاول خالص ما يجيش يحط الاورينتيشن بتاع المبنى بطريقه تزود له اللودز بعد كده. طبعا احنا ما ناخدش بالنا من الكلام ده لان عاده اصلا ما حدش بيفكر في التكييف غير بعد ما يخلص ماشي. لكن الصح ان انت ديزاين المبنى كله على بعضه فبتاخد بالك من الحاجات دي من قبل ما ايه تصمم المبنى خلاص. طيب ده كده الايه الاكسترنال لودز اللي هي بتاعه السولار راديشن بتاعه الهيت ترانسفير. طيب عندي بعد كده الانترنال لودز. دي لودز جايه من جوه المكان. طيب من جوه المكان زي ايه؟ اول حاجه البني ادمين خلاص. طيب البني ادم ده بيعمل حاجتين. اول حاجه جسمه سخن فبيطلع ايه حراره. طيب ده كده نوع حراره اسمها ايه سنسبل لود. طيب في نفس الوقت بيعمل ايه بيتنفس فالنفس ده بتاعه يعتبر بخار ميه فبخار الميه ده ايه ليتنت لود. يبقى معنى كده خلي بالك الاثنين اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي دول كانوا كلهم ايه سنسبل بس خلاص. طيب لكن البيبل ده بني ادم اللي موجود في المكان ده هيبقى ليه اثنين هيبقى ليه سنسبل وجزء تاني ايه؟ ليه؟ طيب ده كده ايه؟ اول حاجه في الانترنال لودز. طيب تاني حاجه في الانترنال لودز قال لك الايه؟ الابلاينسز. يعني ايه الابلاينسز؟ يعني الاجهزه اللي موجوده جوه المكان. طيب مكان زي انا اللي قاعد فيه ده يعتبر الابلاينسز اللي فيه مثلا حاجه زي البروجيكتور ده خلاص؟ حاجه زي لو في مثلا ايه معرفش اجهزه تلفزيون كمبيوتر ثلاجه غساله اي حاجه من الحاجات دي كلها اي معده كهربائيه شغاله بيكون ليها حاجه بنسميها الهيت ديسيبيشن بتاعها يعني كميه الحراره اللي هي بترميها في الايه في المكان خلاص. كميه الحراره دي لازم برضه اخدها في الاعتبار ولازم ايه الاشيك. طيب الابلاينسز دي بتديني سنس باللود ولا ليتنت لود؟ سنس. طيب قال لك على حسب نوع. ليه على حسب نوع؟ انا زي ما عندي حاجه زي الثلاجه ما بتطلعش غير سنسبل بس ممكن يبقى عندي حاجه زي بالظبط غلايه الميه. غلايه المطبخ لو انت مثلا بتكيف مطبخ لازم تاخد باعتبار مثلا الغلايه اللي موجوده. الغلايه دي بتعمل ايه؟ تطلع حراره وفي نفس الوقت تطلع بخار ميه. لو عندي بوتاجاز مثلا اللي هو بتاع حد برضه حد بيعمل مطبخ او حد بيعمل مطعم او الحاجات دي كلها البوتاجاز اللي شغال ده بيطلع منه الاخيره بتاعت الطبخ والكلام ده كلها فيها برضه ايه بخار ميه لازم تاخدها في الايه في الاعتبار معاك. فبالتالي الابلاينسز هي عباره عن سنس ريليتد بس على حسب ايه على حسب النوع بتاع الجهاز نفسه خلاص. طيب اخر حاجه خالص هي الاضاءه بتاعت المكان. الاضاءه بتاعت المكان برضه تعتبر ايه نوع من انواع اللودز بس نوعها ايه سنس ولا ريليتد في سنس بس عمر ما الاضاءه بتديني ايه بتديني ليه خلاص. طيب يا معنى كده ان انا عندي بكل بساطه كده الليتنت لود ما لهمش المصدرين بس مين ومين؟
اللي هي الابلاينز والابلاينز. خلاص بقيت الانواع كلها تعتبر ايه؟ تعتبر سنسر. ماشي. طيب ده كده الايه ملخص بتاع الروم لود. ماشي. طيب عاوزين بعد كده نعمل ايه بقى؟ عاوزين نخش جوه كل نوع لود لوحده ونشوف بيتحسب ازاي ونعرف نستخدمه الجداول ازاي. والهدف النهارده من السكشن انا هخليك تتعرض للجداول وتتعلم ازاي تطلع الحاجات منه. خلاص. طيب بدل ما بدي اكزامبلز كده على الهوا ممكن ايه ناخد مساله الاولانيه في الشيت. ركز معايا. انا مش هاخد الشيت مش هاخد المساله احلها كلها. لا انا هاخد بس المعلومه اللي تساعدنا نيجي الاكزامبل بتاع الايه بتاع اللغه. خلاص. انا مش بحل المساله انا باخد بس الايه الحاجه المعلومه منها. خلاص. طيب ركز معايا دلوقتي. الروز بتاع البني ادمين قال لك بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الاكتيفيتي بتاعت البني ادم. خلاص. ناس قاعده زيكم كده ساكتين خالص ما بيعملوش اي حاجه. خلاص. غير ناس قاعده في جيم بيجوا مثلا ولا حاجه. غير ناس قاعده في مطعم. غير ناس معرفش قاعده في ايه. كل نوع بني ادم قاعد في مكان معين بيبقى ليه اكتيفيتي بطريقه معينه بيعتمد عليها السنسبل والليتد لود بتاعه. فبنقول ان الكيو بتاعت البيبل السنسبل عباره عن عدد البني ادمين في الكيو سنسبل اللي طالعه من بني ادم الواحد. الليتد لود بتاعه عباره عن عدد البني ادمين في الايه؟ في الليتد لود اللي طالعه من ايه؟ الواحد. طيب الكيو بيبر سنس كوليتد دول بيتجابوا ازاي؟ قال لك بيتجابوا من تيبل 18 في الجداول. خلاص؟ طيب الناس كده تفتح بسرعه تيبل 18 هتلاقي مساله واحد. خلاص؟ المفروض ان مساله واحد بيقول لي البني ادمين اللي قاعدين دول بيعملوا لايف بنش وورد. خلاص؟ عاوز الناس تخش في الجدول كده تقول لي كيو بيبر سنس هتطلع بكام؟ طب هم كده ولا شفتها؟ كويس. هتلاقي حاجة ثانية بقى اللي هي ورا عين. طيب أول حاجة كده هتلاقي في أربع كولومز في الجدول. ماشي؟ أول كولوم ركز معايا. أول كولوم هتلاقيه بيتكلم على الحرارة اللي خارجة من الشخص البالغ اللي هو إيه مين. خلاص؟ طيب طبعا احنا مش شرط ان كل الاماكن اللي احنا قاعدين فيها تبقى ميلس. ماشي. فهتلاقي الخانه اللي بعديها حاجه اسمها الادجستد. الادجستد دي واخده في اعتبارها ايه؟ ان ممكن يكون في المكان ميل او في ميل او اطفال او اي حاجه من ايه من الحاجات دي. خلاص. فبالتالي بنشتغل على الادجستد. وتاني الخانه دي برده مش هنستخدمها لان دي الادجستد التوتال لود. يعني ايه التوتال لود؟ يعني السنس والريليتد مع بعض. فانا هشتغل بقى فعليا على اخر ايه؟ خانتين. خانه بتديني السنس والادجستد وخانه بتديني الريليتد ايه؟ ادجستد. خلاص. طيب بيزد على ايه؟ هشوف انهي رو اللي بيديني الاكتيفيتي اللي انا شغال عليه. المفروض ان البني ادمين اللي انا شغال عليهم في المساله دي بيعملوا لايت بنش ورك. يعني ايه لايت بنش ورك؟ يعني شغل خفيف كده على المكتب. خلاص؟ حتى لو هو مش مديك الابلكيشن صريحه كده هتلاقي هو قايل لك في الجدول كل اكتيفيتي وقصادها الابلكيشن المرشحه. يعني مثلا لو هو ريستورنت ولا جيم ولا معرفش ايه. خلاص. فهتلاقي دايما حاجه تديك مدلول للايه للاكتيفيتي. انا عامل فاكتور حد طلع الارقام عامل فاكتور 100 و130 100 و130 ماشي. ماشي. ده مصنع 130 يعني المصنع ده لايت بنش ورك. ممكن يكون في مصنع بيعمل لايت بنش ورك كبيره حاجه ثانيه فاكتور يعني بيقول لك ماشي. بس هو بيقول لك ايه الاوبشن يعني غالبا هيحصل 100 و130 مستحيل يجيب مساله مثلا يقول لك فاكتور بس لازم يجيب لي هيقول لك لا بص لو هو يعني هو مش هيحاور معاك. ماشي. هو اصلا الحاجات دي المفروض تبقى جبت بس هو لانه انت بتطلعها من الجدول فاديك الصيغه زي ما هي مكتوبه في الجدول بالظبط. ماشي. تاني حاجه المساله دي كانت بتتكلم على مصنع فهتلاقي ان انت اصلا الابلكيشن بتاعتك فاكتور. ماشي. فده مش هتتوه يعني. طيب حتى عندك مشكله في الحته دي؟ طيب خلاص كده خلصنا الايه؟ خلصنا الايه؟ طيب تعال نتكلم على اللايتس. طيب اللايتس زي ما احنا متعودين من التمرين من الترم الاول عندي حلين في اللايتس. ماشي. يا
يا اما يديني يقول لي شده الاضاءه بتاعه المكان كذا وات لكل متر مربع. ماشي. طيب كذا وات لكل متر مربع دي بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد او المتر مربع اللي يقصده هنا بيكون ايه؟ قال لك بيكون الاريا بتاعت الفلور. خلاص زي ما اتفقت معاك قبل كده، لو رحت لاي مهندس اضاءه بيفهم في الاضاءه هيقول لك مثلا اديني الابلكيشن بتاع المكان واديني مساحه الفلور بتاعته بكام، اديك شده الاضاءه اللي المفروض تتركب. خلاص ده انت الناس شغاله في الايه؟ في الاضاءه. فدايما بتتقاس عن طريق الايه؟ الفلور اريا. طيب ده احد الحلول ان انت تضرب الفلور اريا في الوات لكل متر سكوير اللي هو هيجي لك في المساله. ده حل. الحل الثاني اللي هو الحل البدائي خالص اللي هو يجي يقول لك مثلا المكان اللي احنا قاعدين فيه مثلا في مثلا ايه 10 مثلا لمبات ولا 12 لمبه. خلاص كل لمبه منهم بتطلع كذا وات، يبقى كل وساطه تضرب عدد النقط في الايه؟ في الوات لكل لمبه. يبقى كده برضه حسبت الايه؟ حسبت شده الاضاءه. ده على حسب الايه؟ الطريقه اللي جايبها في المساله. طيب المساله بتاعه الشيت كان مديني 25 شده الاضاءه 25 وات كل متر مربع، 15 وات لكل متر مربع. خلاص. طيب ازاي مديني رقمين؟ هنشوف بعد كده ان شاء الله المره الجايه لما اجي اخش في الديتيلز بتاعه المساله. المساله كانت كبيره شويه. خلاص. فالمساله فيها مناطق مختلفه، فالمناطق في مناطق داني توزيعها 25، في مناطق داني هتبقى ايه 15. ماشي. طيب كده دي ايه؟ خلصنا برضو الجزئيه بتاعه الاضاءه. يبقى هضرب الرقمين دول في مين؟ خلاص. طيب كده دي ايه؟ الحاجه الثالثه. طيب الحاجه الثالثه بقى في الانترنال لودز هي الابلاينسز. طيب قال لك الابلاينسز، ركز معايا، المفروض الابلاينسز برضه ليها كيو ابلاينسز سنسبل. كيو ابلاينسز ايه؟ طيب الابلاينسز عامه حاجه من الاثنين. خلاص زي ما اتفقنا الابلاينسز اللي هي الاجهزه، فهيجي في المساله يا اما يديك، ركزوا معايا يا جماعه. طيب يا اما يديك الكيو بتاع كل جهاز على حده بالسنسبل والليتنت. هو عمل كده في المساله، جه في المساله مثلا مساله واحد وقال لي ان انت عندك شويه اجهزه كل جهاز بيطلع سنسبل كذا. خلاص يبقى دي جيفن، خلاص بجمعهم وخلصت على كده. خلاص. اول اوبشن الثاني خلاص ان انت تطلعهم في التيبل 19 ده ملغي يا باشمهندس، او اسف تيبل 20 21. طيب الناس لو فتحت 20 اكتوبر 2021 خلاص انا عاوزك بس تفتح تبص عليه بصه سريعه كده. عاده دكتور احمد العاصي مش بيخليك تشتغل في الجداول في الابلاينس. ماشي. عاده هو بيدي جيفن الابلاينس في المساله، يعني تقريبا هو بقى له اربع سنين تقريبا بيدرس، او ثلاث سنين، عمره ما جاب ان انت تستخدم ايه ابلاينس بالجدول. بس انا بوريها لك عشان يعني انت تبقى عارف ان هي موجوده في الجدول. لو ركبتها بكل بساطه كده هتلاقي الاجهزه موجوده، لو حصل وهجيب لك حاجة من الجدول هتلاقي الاسم بتاعها في الجدول هو هو بالظبط، يعني مش هتقعد تحور وتشوف الاسم ايه وبتاع، هتلاقي مثلا ايه نوع معرفش جهاز كذا 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 كل الديتيلز بتاعه. فما تقلقش يعني في الحاجات دي هتبقى سهلة ان شاء الله. ماشي؟ طيب. ايه؟ عشان في اجهزة شغالة بالغاز، وفي اجهزة شغالة بالكهرباء، وفي اجهزة معرفش بتعمل المنطق. هو قال لك يا باشا فيها جسد كده. ماشي. ما انت لو فتحت الصفحه الاولانيه بص اول مجموعه جاز بيرنينج كاونتر تايب. ماشي. التيبل الثاني الكتريك فلور مونتر، والاخير ستيم. ماشي. الاخيره مثلا ستيم هيت، على حسب الجهاز بتاعك شغال بالكهرباء ولا بالغاز الطبيعي ولا بالبخار ولا فهو يجي يقول لك الجهاز بتاعك شغال بكذا ونوع كذا، هيقول كل الفرق. الكاونتر تايب اللي هو محطوط فوق الفورما، يعني محطوط على مثلا بنش خام ولا حاجه، الفلور ده محطوط على
انا بص انا مش عاوز اشرح لك الجدول كتير لان هو مش هتستخدمه خلاص فعشان ما اضيعش وقت فيه خلاص يعني مثلا احد الحاجات برضو الناس ركز معايا في الكلام ده هتلاقي في التيبل في بعض الأجهزة كده هتلاقي في خانة الخانة في أي جدول تيبل 20 مثلا ولا حاجة هتلاقي انت عندك في بعض الأجهزة بيديك اتنين لودز واحد مكتوب فوق على الكولوم كده ويف لود والتاني مكتوب ويزاوت لود خلاص الناس شافت الاتنين كولومز دول طيب ايه ويف لود ويزاوت لود دي؟ قالك اللود ده عارفين عارفين البوتاجازات الكبيرة بتاعة المطاعم ولا حاجة؟ بيكون فيها ايه؟ خانة كده تاخد ايه؟ الشفاط يعني كتير خلاص والشفاط الكبير ده بياخد الايه؟ الأبخرة كلها يطلعها يرميها بره ماشي؟ فهتلاقي ان انت مثلا الأجهزة اللي محطوط لها هود عندك في التيبل هتلاقيها اللود بتاعها أقل شوية خلاص؟ ليه أقل؟ إنه بياخد الأبخرة يرميها على طول ايه؟ بره لكن لو هو مش مركب هود هتلاقي ايه؟ الأبخرة دي طلعت في مكان فتبوظه ايه؟ حرارة أكتر خلاص وهكذا يعني فزي ما بقول لك في ديتيلز كتير في الجدول بس مش هخش معاك لأن دكتور أحمد غالبا ما بيستخدمهاش ماشي فيعني ما تضيعش وقت فيها أحسن ماشي طيب كده خلصنا إيه؟ خلصنا الأبلاينسز كده خلصنا التلاتة إيه؟ الإنترنال لودز بتوعنا تعالى بقى نخش في الكلام الصعب شوية بتاع الإكسترنال لودز